وللحديث أكثر حول هذا الاكتشاف معنا عبر الهاتف الدكتور محمد العثمان مستشار الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء. أهلا بك دكتور في نشرة الثالثة. إذن خلال اليومين الماضيين انبهر العالم بما حققه تلسكوب جيمس ويب بوصوله إلى أبعد نقطة للكون بهذا الوضوح. ما أبرز ما يميز هذه الصور الملتقطة؟ أهلا وسهلا بكم. طبعا جيمس ويب واحد من مميزاته هو التلسكوب نفسه، بس البرنامج نفسه هو قائم على برامج سابقة له، يعني أساسا تلسكوب هابل الفضائي، وفي عندنا مثلا مرصد كبلر الفضائي ومرصد تيس ومرصد سبيتزر، هذه كلها عبارة عن مراصد فضائية وضعت بتلسكوبات تدور حولين الأرض وترصد الأجرام السماوية. من الأشياء المهمة اللي يميز تلسكوب جيمس ويب، يعني مثلا إذا أنه يرصد الكون في الأشعة تحت الحمراء، جزء من الطيف المنظور في اللون الأصفر والأحمر والبقية في الأشعة تحت الحمراء اللي احنا ما نقدر نشوفها. في المقابل مثلا تلسكوب هابل كان يرصد في جزء بسيط من الأشعة تحت الحمراء، بس كان جل أرصاده في الطيف المنظور وجزء منها في الأشعة فوق البنفسجية. فلما نشوف مثلا قطر المرآة، تلسكوب هابل قطر مرآته تقريبا 2 متر و40 سنتيمتر، في حين جيمس ويب قطر المرآة له حوالي 6 متر ونص. هذا اللي يعطينا قدرة نسميه gathering power، تجميع الضوء. تقريبا جيمس ويب أكثر من 6 مرات قدرة على تجميع الضوء مقارنة بتلسكوب هابل. هذه نقطة. النقطة الثانية اللي هي الأجهزة الموجودة، حساسية الأجهزة وقدرة هاي الأجهزة اللي موجودة على تلسكوب ويب أكبر وايد من هابل. طبعا احنا نتكلم عن فرق في السنوات حوالي 20 سنة في الصناعة، فتطور تكنولوجي هذه انعكس بالتالي على التلسكوب جيمس ويب والأجهزة المرافقة له. نعم. الشغلة الثالثة مثلا المدار، المدار اللي يدور حوالين جيمس ويب هو تقريبا مثل ما طرقته حوالي 1,000,000 ميل أو حوالي 1,500,000 كيلومتر خلف الأرض، أو هذه نقطة نسميها نقطة لاغرانج الثانية، ويلس يدور في مدار خالي ما في أي شيء هناك بس يدور حوالين هالنقطة. نعم دكتور، كيف تسم هذه الصور الملتقطة التي التقطها التلسكوب جيمس ويب، كيف تسم في تطوير مجال علوم الفضاء ومهميتها بالنسبة للدول والمؤسسات المعنية بهذا القطاع؟ يعني نعم، مثل ما أسلفنا أن الرصد يتم في الأشعة تحت الحمراء، وهذا يعطينا أفضلية غير موجودة في تلسكوبات اللي سبقتها، يعني مثلا هابل وغيرها. أول شيء يعني نحن نقدر نشوف من خلال الغبار الكوني في الكون متروس، شيء نسميه مادة الغبار الكوني، وهذه تحجب الرؤية حق الأجرام الثانية. مثلا لما نشوف الشمس أثناء غروبها تختفي الألوان وتبين باللون البرتقالي أو اللون الأحمر، لأن الألوان الضوء اللون الأزرق والأخضر تشتت في وجود الغبار. فباستخدام الأشعة تحت الحمراء نقدر نشوف إلى مسافات داخل الأجرام السماوية، مثلا نقدر نشوف شنو داخل السدم. طبعا نعرف أن هناك النجوم لا تنولد وتكون وتكون مجموعات شمسية جديدة، فنقدر احنا نطالع هذه المناطق اللي ما نقدر نشوفها من قبل. مركز المجرة مثلا، مركز مجرتنا ما نقدر نشوفه، لكن بالأشعة تحت الحمراء نبتدي نقدر نطالع ويعني نرصد إلى مسافة أكبر إلى مركز مجرة درب التبانة. الشغلة الثانية مثلا الأجرام اللي تكونت في بداية الكون، وهي الصورة العميقة اللي نسميها، إن نعرف أن الكون يالس يتمدد، فلما ويا هذا التمدد شيء نسميه الانزياح الطيفي، فالضوء اللي يطلع في الطيف المنظور بسبب هذه الحركة تباعد الكون صار له انزياح في الأشعة تحت الحمراء. فلما نقدر نشوف الأشعة تحت الحمراء نشوف فعلا الأجرام اللي بعيدة جدا عنا. الشغلة الثانية المهمة بالنسبة حق جيمس ويب، مثل ما قلنا هو امتداد حق البرامج الثانية، فمثلا برنامج كيبلر وبرنامج تيس، هذه كون قاعدة معلومات للكواكب خارج المجموعة الشمسية. فعندنا كواكب بالآلاف موجودة خارج المجموعة الشمسية. جيمس ويب فيه أجهزة نقدر نطالع هذه الحين الكواكب ونقدر نرصدها، وفي شيء نسميه مطياف نقدر نشوف مكونات الغلاف الجوي لهذه الكواكب. نعم الدكتور محمد العثمان مستشار الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء، شكرا جزيلا لك.